يظهر أمامنا عاجل بخط اليد إلى مستشفياتنا كافة عدا مستشفى الكرخ للولادة، تظاهرات يوم الجمعة الموضوع. ندرج أثناء خط دائرتنا بخصوص التظاهرات المتوقع خروجها: 1- تواجد مدراء المستشفيات حصرا في يوم الجمعة. 2- تهيئة كافة مستلزمات الطوارئ. 3- يكون الدوام لجميع المنتسبين 50%. 4- تهيئة سيارات الإسعاف. 5- العمل بخطة الاستدعاء عند الحاجة للكوادر الطبية.